سلامة هريد. سلامة معلم يزيد. تفاتح مراكبي. وانت غامق يا يزيد. يا راجل الخلق كلك عاملين اضراب وهجين على القلعة وانت فاتح وقاعد كده. هو يعني الوالي لو طل من القلعة وما شافش كنيتي وسط الخلايق هيركب دماغه وما ينزلش. اه لو صاحبك شافك وانت قاعد الاعدادي وما انتش مشارك في الاضراب كان زمانه نسل اللي في ايدك ده فوق دماغك. شافني وانا فاتح. وللمعلوميه بقى دخل سرايه الالوزي ومعاه شويه مشايخ وعلماء. يا ترى لسه جوه ولا خارج؟ معرفش ماليش دعوه. وبعدين انا ماليش دعوه بالهوجه دي. ربنا ما قالش نفوت اكل عيشنا ونهج نطلع والي وننزل والي. ملعون ابو الكل. انت صاحب الدكان؟ خير يا باش عاصم. يلا تعالى معايا. اجي معاك ليه؟ الفردة ودافعها وزميتي سابت ايه في الدكان وتعالى معايا دول كلام. مش هفهم ايه عبارة؟ اوه يلا عدوه. الله الله تمام في الدكان. يلا. الحقونا يا خلايا. يلا. الحقونا يا ناس. الحاني خيالنا واخديني ظلم. عدد وشي. الحاني. قول لهم ان انا غلبان يا شيخ اليوبي. ما الامر يا رئيس الكل؟ يا مولانا. والله مظلوم يا سيدنا ما عملتش حاجة. أنا في عرضك يا شيخ أليوبي. اذهب إليهم ولا تخشى شيئا. أروح معهم فين؟ اذهب معهم ربما يكون الأمر فيه خير لك. خير؟ هم دول يجي من وراهم خير؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مولانا هم واخدينه ليه؟ الوالي محمد علي افتتح فيما فتح من مصانع ومسابك مصنعا للطرابيش وهم يبحثون عن المهرة من أرباب هذه المهنة ليعملوا في مصانع الوالي. هذا كل ما في الأمر. ربك يستر ما يفتحش مخازن للعطارة. تعال خد اليانسون. لا وقت عندي أضيعه مع أمثالك كده. هو تعال أنت يا شيخ معاوية. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حط الشيشة. حاضر. خش شوف يمكن يكون الشيخ الأليوبي اتشفع يشوفوه. يلا تك يزيد اطلبني. يزيد ابو سيدك يا يزيد شفتيه يا ام عزيز. احمد السعادي بقى. حاضر يا اخويا. طب اجي اشوفه معاك. الصبر الصبر يا ام عزيز. يا حبيبي يا ابني الصبر. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حبيبي اطمنوا ولادكم في الحفظ والصون وفي ايد امين. سيدنا الوالي امر بجمعهم وتسكنهم معسكرات التدريب. هيعلموهم ويسكنوهم ويأكلوهم من غير ما يحملوكوا أي تكاليف. واللي ملوش غرض يا علي ميال. دي أوامر سيدنا الوالي وهو أأمن على أولادكم منكم أنتم نفسكم. هو القصد يعني عايزين نعرف هتقعدوهم فين ونطمن عليهم إزاي كده بس يعني. إنما أوامر سيدنا الوالي على رأسنا من فوق. أسر الكلام. أولادكم في الحفظ والصون واللغط وتجاوز حدود الأدب هيعرض صاحبه للأذى. فكل واحد يلزم حدوده. وادعوا للوالي. ادعوا له ان ربنا يوفقه. يلا اتفضلوا. اني استوعب الهدف السامي من وراء تسكين الأطفال في معسكرات التعليم
ولكني أعتقد أن الوسيلة التي تتبعونها لتنفيذ هذا الأمر تحتاج إلى المراجعة وتقدير ظروف الناس. يفعل الله ما يشاء وليسبغ الصبر على قلوب الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله.